السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله جبنا لكم لاله رابحه اللي غبرات علينا وغبرات عليكم، وبزاف اللي كيسولوا عليها في التعاليق. هي اليوم جات عندي، ايوا بغات، قالت لك نطيب لهم الدجاج، نحمر لهم واحد جوج دجاجات. السلام خالتي رابحه. السلام ورحمة الله، كي دايرين البنات؟ تتسولوا عليا وانا كنت معكز من البرد وكنت مريضه. كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع البرد؟ ياك لاباس عليكم؟ وكي دايرين؟ وكي دايرين وليداتكم اللي عندكم؟ وكي دايرين زباناتكم اللي عندكم ولا والديكم؟ وتنتمنوا ان شاء الله اليوم باش ندير لكم هذا الدجاج، واخا غير جوج دجاجات، باش نوري لكم هذيك الوصفه ديال العراس. دابا انا البرد عكزني، ما مكنتش جيت عند حليمه بنت اختي. دابا ملي جيتي حصلتك. ملي جيت ها هو بسم الله، بسم الله الربيع حامض. هنا كنجيبو الدجاج ديالنا، وكنجيبو واحد الحامضه مصيره، والثومه والربيع والخرقوم الابزار وسكينجبير، واحد الكاس ديال الزيت البلديه والسمن، واحد ثلاثه العويدات ديال القرفه والملح حسب الذوق. هنا كتجيب الثومه كنعسوها، وكدير هذاك اللب ديال هذيك الحامضه، كدير غير حامضه وحده باش ما تيجيش حامض، لان غير جوج ماشي بزاف. كدير كويس ديال الماء صغير ديال العنبه، السمن، الابزار، كدير حج معالق ديال خرقوم عرق، وسكينجبير كدير جوج معالق ونص، لان كيطلب الدجاج كيطلب سكينجبير. هنا كدير الزيت النص ديالو والنص لا، كتخليه الملح حسب الذوق، وكدير جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس مطحونين مزيان، وكتمعس هذيك العطريه مزيان، وكتجيب هذوك الفرارج كتفركهم في هذيك العطريه، والصدر كتفتح الصدر من الجنب ديالو وكتعمرو باش كيجي حتى هو بنين. هنا كتجمع له رجليه بحال هكا، وكتعقدهم بواحد الخيط ديال الطبخ باش كيبقى محزوب مكتف وما يتحلش في الطياب. وعلى فكره راه ما كديرش ما كتبغيش دير داك الملون، قالت لك هو غير طبيعي، من احسن ما نديروش هذاك الملون، راه ما مزيانش غير بحال هكا، واخا ما كيبانش اللون راه باقي غادي يتحمر وغادي يجي مزيان. هي كتقب الصدر باش كتعمرو بهذيك القزبر والمعدنوس والعطريه، وكتفركو مزيان حتى من الداخل. بعد ما كان الدجاج مغسول مزيان ومعود، هو الا بغيتو الدجاج يجيكم مزيان ضروري تاخدوه اليوم وتخليوه يبات ليله كامله باش كينشف الدجاج وكيجي رطب وكيجي زوين في الطياب وتيشرب العطريه. هنا كتكتف هذوك الرجلين، كتجبدهم بحال هكا وتكتفهم، ها هو تكتف كيجمع راسو، ملي كيتكتف كيتجمع. هنا غادي دير الطنجره، غادي تحط فيها هذوك جوج فرارج، وكتقول ملي غادي يبدا يسخن قالت لك غديروا القطيب وتبقاو تقبوه، هو كيطيب وانتم كتقبوه باش كيخرج داك الماء من الدجاج وكينشف الدجاج. هنا كدير هذاك الماء اللي بقى ديال العطريه وهذيك التوابل،
من بعد غادي تكرط البصله، تحطه فوق البوطه، وكتزيد واحد ثلاثه الكيسان تقريبا ديال الماء ديال العنبه فاش كيطيب الدجاج. كدير دوك العويدات ديال القرفه، هنا كتحطو على العافيه بهيله، وكتمشي تقطع البصله كتوجدها. هنا دارت واحد جوج كركوبات كبار ديال البصله ما قواتش، ولا حتى عليهم. دابا بدا كيسخن وهي كتقلبو. هو كيطبخ، هي هو كيطيب وهي كتقبو باش ما يبقاش شارب الماء كاع داك الماء اللي تيكون فيه. هنا بعد ما طاب على جنابه كتدور الدوره الاولى والدوره الثانيه صافي، وكتديرو ملي كديرو على الصدر ديالو ما كتبقاش تقلبو حتى كيطيب له الصدر. هنا كتلوح هذوك القنيصات ديال الدجاج بعد ما قطعتهم، كتخليهم يطيبوا، وكتخلي الكبيدات حتى كيطيبوا الفرارج عاد كدير الكبيدات. دابا هي كدير الكبده، دهنات واحد اللاطه بالزبده، ها هي جبداتهم الفرارج ديالنا، وكتحطهم باش غادي دهنو ما تحمرهم. وكدير الزبده وكدير معاه شويه ديال الهريسه، هادي كتحطها تطبخ الكوكوط، يعني كتبقى حطها تطبخ حتى كطيب ديك الكبده وكينشف داك البلول ما تيبقاش بزاف. الى حل الكبيدات يطيبو، هنا بعد ما خلطت هذيك الزبده والهريسه كدهن دوك الفرارج باش ندخلهم الفران على درجه الحراره ديال 200 درجه كيتحمروا على خاطرهم. اما دابا بعد ما تحمروا ودرت هذوك الطريفات ديال الحامض المصير ديك الجليده اللي بقات، كدير الزيتون بعد ما خوات عليه على الماء طيب، الحل بارد ما تيبانش لنا كيفاش كان نفيلميو. تبارك الله الفار كيبان سخون طالع. خالتي تبارك الله عليك، بالصحة والرايحة البنات، والله يرضي عليكم، الله يحفظكم. كتسولوا عليا، الله يرضي عليكم، الله يحفظكم، الله يمجيكم، الله يرضي عليكم، الله يعمر ربي يكون منكم. تبارك الله عليك البنات، انتم وشفة ماشي واعرة، شفتوا معانا ديروها في محالكم زوينة، ماشي واعرة رخيصة. لعجبكم الفيديو شاركوا في القناة، وما تنسوناش من لايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد.
والسلام عليكم ورحمة الله.